في غضون ذلك يطلق اليوم رسميا رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو حملته الدعائية تمهيدا للانتخابات الحزب الداخلية والتي من المزمع أن تجرى الخميس، وينافسه عفوا على هذا على رئاسة الحزب النائب جودعون سعارة. ويسعى نتنياهو في هذه الحملة تعزيز موقعه وحشد الدعم داخل الحزب في ظل أزمات الفساد التي طالته، بهدف الانطلاق إلى الانتخابات العامة والتي تشير استطلاعات الرأي إلى تأخر الليكود فيها أمام منافسه الرئيس تحالف أحزاب كحول لافان. وحول هذا الموضوع ينضم إلي هنا في الاستوديو خبير الشؤون الإسرائيلية الأستاذ شكيب شنان. أهلا بك سيد شكيب. بداية سيد شكيب، المهمة أمام نتنياهو مع انطلاق حملته الانتخابية ستكون صعبة مع الإدانة الدولية لإسرائيل بارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين. دعنا نقول نتنياهو ذهب إلى الانتخابات التمهيدية في داخل حزب الليكود من منطلق إظهار عضلاته وأن يبرز للمجتمع الإسرائيلي بادئ ذي بدء أنه لا يزال قويا، ويوجد ورائه جمهور ضخم من أعضاء الحزب يؤيده ليتابع مسيرته كرئيس حكومة على خلفية لوائح الاتهام التي قدمت ضده من قبل النيابة العامة في إسرائيل. وهو طبيعي معروف أنه يسمونه في السياسة الإسرائيلية بالساحر، ويستطيع أن يأخذ كل حدث ويجعله وسيلة لينمي عليه قاعدته الجماهيرية ويظهر به مدى استراتيجيته في الدفاع عن دولة إسرائيل على الساحة السياسية والعسكرية. لكن جودعون سعر المنافس الأقوى لنتنياهو بدأ حملته الانتخابية منذ قرابة الأسبوع، حوالي الأسبوع، بتبني قضية حل الدولتين. برأيك نتنياهو ما القضية التي سيتبناها؟ سعر لم يتبنى حل الدولتين، تبنى قضية بحملته الدعائية بشكل أنها وهم، وأن يقول بشكل واضح أنه لن تكون دولة صحيح. إضافية بين الأردن، ويعني إذا بدنا نيجي للحقيقة بين البحر والنهر. لكن القصد هو بدأ حملته الدعائية بالترويج لهذه القضية بدون شك أنه هو يريد أن يمنع ذلك. ما القضية التي سيتبناها خلال ساعات ليعلن بدء حملته الدعائية؟ نتنياهو لن يتبنى قضية. نتنياهو يتحدث عن وضع الأردن أنه هي الحد الشرقي لدولة إسرائيل، عن ضم المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية ووضع السيادة الإسرائيلية عليها، وكل هذه الأمور يجعل يعني ضم منطقة غور الأردن وكل هذه الأمور ليظهر بمظهر اليميني المتطرف أو يرضي. لكن توقيت إدانة المحكمة الجنايات الدولية لإسرائيل واعتبرتها أنها قامت بجرائم حظر ضد فلسطين لن يكون بصالح نتنياهو بدون شك، ولكن هذه لا توجد حتى الآن إدانة. يوجد هنالك اقتراح من نائبة عامة مطروح على القضاء في لاهاي تطالب بالتحقيق في قضية جرائم حرب، نعم أم لا. بأقل من دقيقة، أبرز التحديات التي ستواجه نتنياهو فيها. التحدي الوحيد الذي يواجه نتنياهو فعلا هي ملفات الفساد، محكمة العدل العليا التي كان اليوم أحد القضاة قد فرض على المستشار القضائي للحكومة أن يقدم موقفه في عملية إمكانية رئيس الدولة تفويض نتنياهو نعم أم لا في تشكيل حكومة. هاي المشكلة، إذا مر في هذا الأمر فهو رئيس الحكومة. شكرا جزيلا لك شكيب شنان خبير الشؤون الإسرائيلية. شكرا جزيلا لك.